المشاركين بيروحوا ياكلوا لانه وقت الغداء وبدأ يقفوا صفوف عشان ياخدوا الاكل بتاعهم، مع ان الحراس اللي كانت واقفه على الاكل ما كانتش بتوزعه وسايبه كل واحد ياخد اللي عاوزه. لكن لما وصلت اخر مجموعه في الصف ما كانش فيه اكل فاضل، ووقفت بنت في الصاله وقالت ان المجموعه بتاعت السفاح اخدت كل الاكل اللي موجود. ولما راح الراجل ليه وهو غضبان عشان ياخد منه الاكل، زقوا السفاح ووقعوا في الارض وضربوا لغايه ما مات. وأعلنت الشاشة إن عدد الموجودين في اللعبة قل لواحد، وزادت الفلوس في الحصالة اللي متعلقة فوقيهم، وهنا عرف كل الموجودين إن موتهم بقى أهم بكتير من حياتهم، وهيبقى كل واحد من الموجودين بيفكر مين اللي يقدر يموته عشان يزود الفلوس ويكسب اللعبة. سانجو اجتمع بفريقه في صالة الغداء وقال لهم محدش ينام الليلة دي لأن احتمال مذبحة تحصل. وفعلا أول ما وصل لهم الحراس لأوضة النوم وخرجوا واتطفت الأنوار، بدأت مجموعة السفاح تتحرك عشان تدور على حد من السهل إنها تقتله. وبعد ثواني قليلة اتحولت أوضة النوم لساحة مذبحة والكل بيقتل في بعضه، لغاية ما دخل الحراس وبدأوا يضربوا النار في الهواء ويسيطروا على الوضع. المشكلة اللي حصلت في غرفة النوم دي كانت ممكن التغلب عليها بطريقتين. الطريقة الأولى إن أول ما النور يطفي وتبدأ المعركة كان لازم الفريق بتاع كيوان وسانجو يروح بسرعة لركن في الأوضة بحيث تكون الزاوية اللي لازم يركزوا فيها هي زاوية قايمة 90 درجة بس. لكن لو كانوا في نص الأوضة فكده هيكون الهجوم متوقع يحصل عليهم من 360 درجة حواليهم، وبكده هيبقى صعب يحموا نفسهم. لكن لو المعركة بدأت وانت لوحدك ومش في أي فريق، يبقى كده لازم تستخدم الطريقة التانية، وهي إنك تستخبى تحت السرير، لأن في الضلمة محدش هيبقى عارف إنه يدور تحت السراير. وفي رأيي حتى لو استخبيت واتقال عليه جبان، فاللقب ده هيبقى أفضل كتير لو كان المقابل بتاعه إنك تحافظ على حياتك. تاني يوم بيعرف اللي لسه عايش من المشتركين المعركة بتاعت أوضة النوم مات فيها 27 شخص، والمكافأة بتاعت اللعبة بقت 100 مليون يوان. وبيروح الكل عشان المسابقة التالتة، وفي المسابقة دي طلب منهم انهم يتقسموا لست فرق لان المسابقة التالتة هتبقى معتمدة على القوة الجسدية. وطلب سانجو من كوان ان اللي ينضم ليهم لازم يبقى بيتمتع بقوة بدنية عالية، لكن على عكس كده كان من نصيبهم 3 ستات وراجل عجوز. ولما اتعملت القرعة بتاعة توزيع الفرق كان الفريق اللي هيلاعب فريق كوان اقوى منهم، لكن وهما في الاسانسير لمكان اللعب قال لهم الراجل العجوز انه عارف ازاي يقدروا يكسبوا اللعبه دي في اسرع وقت. الاول انهم لازم يوقفوا باتجاهات متعاكسه، والتاني ان اول ما اللعبه تبدا يميلوا بجسمهم كله لورا ورجلهم ثابته في الارض وده هيديهم افضليه، والتالت ان كوان يقف في اول الصف كقائد ليهم واقوى واحد فيهم يقف في اخر الصف. وفضلت المجموعتين في حاله شد وجذب لغايه ما قال لهم سانجو انهم يتقدموا 3 خطوات لقدام، فوقع الفريق المنافس ليهم على الارض وبعدين امرهم انهم يسحبوه تاني باقصى قوه عندهم، فكان الفوز من نصيبهم. اللعبه دي كانت من الرياضات الاولمبيه من زمان جدا وكان ليها قواعد، لكن في لعبه الموت دي القاعده الوحيده اللي لازم تطبقها هو ازاي تغش عشان تنجح وتنقذ حياتك. وعشان كده انا لو مكانهم كنت استخدمت اخر راجل في الصف في انه يلف الحبل حوالين جسمه عشان يقدر يزود قوه الشد، بدل ما تبقى ايده تبقى جسمه كمان، كانك زودت واحد في الصف من غير ما ترتكب اي مخالفه. كمان كان ممكن المجموعه انها تربط الحبل في السياج الحديد للملعب اللي موجود على الجناب ويبداوا يتظاهروا انهم بيشدوا، ولما الفريق الخصم دراعاته تتعب يشدوا هما باقصى ما عندهم ويكسبوا باقل مجهود. وكمان كان ممكن يستعملوا السياج الحديد ده في انهم يثبتوا رجليهم عليه ويعملوا قفل على الفريق الخصم، وبكده برضه هيقدروا يحققوا المكسب بسهوله. تاني يوم بيكون معادهم مع اللعبة الرابعة. في الأول جمعوهم في أوضة كبيرة وطلبوا إن كل واحد يختار شريك ليه، فالكل بدأ يدور بسرعة على الشخص الأقوى، لكن كوان لاحظ إن الراجل عجوز محدش بيختاره، فقرر إنه يطلب منه يكون شريكه، إلا البنت دي محدش بياخدها فريقه، فبيجي الحراس وياخدوها بعيد وهي بتصرخ. بعد كده بياخد الحراس المجاميع لأوضة تانية وكل واحد بياخد كيس فيه 10 كرات رخامية، وبيطلب منهم إن كل اتنين يختاروا بعض يلعبوا بعض أو يلعبوا أي حد تاني من اللي موجودين في الأوضة، وإن اللي هيكسب بس هو اللي هيقدر يجمع 20 كرة رخامية، يعني مجموعة الكرات اللي معاه ومع زميله. سانجو اختار الشاب الهندي ده ولعبه لعبة التخمين، واللي بيقدر يخمن فيها عدد الكرات اللي في ايد التاني اذا كان عدد زوجي او فردي بياخد الكرات اللي في ايد زميله. سانجو خسر كل الكرات ومفضلش معاه الا كورة، وفضل يتوسل للهندي ان يديله فرصة يلعب تاني، وطلب منه انه يروح ويلعب مع حد تاني لانه واضح انه محترف، ولو كسب يتقاسموا الكرات مع بعض وينجحوا هما الاتنين في انهم يخرجوا عايشين من اللعبة دي. وللأسف وثق في الشاب الهندي وعمل كده، لكن سانجو بخفة يد قدر انه يسرق الكرات بتاعت الهندي وحط عليها الكرة رقم 20 اللي كانت معاه وراح سلمهم وهرب هو بحياته. خطة حقيرة فعلا، لكن مقابل حياتك مفيش حاجة ليها قيمة.
كيوان لعب مع الراجل العجوز اللي قاله في الأول إنه محترف، وبدأوا يهزروا مع بعض وبدأ فعلا يكسب كيوان، لكن اكتشف إن الراجل ده بيديله الكور اللي معاه وقال له إنه كان بس بيستمتع بوقته وإنه كده أو كده هيموت، وشكر كيوان إن اختاره فريقه وخلاه يسلم الكرات ويفوز. في اللعبة اللي زي دي من وجهة نظري كان في طريقتين للفوز، الأولى إنك بدل ما تلعب لعبة تخمين مدام إدارة اللعبة سابت ليهم حق اختيار نوع اللعبة اللي يلعبوها، كان ممكن يلعبوا اللعبة الصينية القديمة واللي اسمها نيم. اللعبة دي بتفضل تسحب فيها عدد الأعواد اللي يقدر 70 بس من إيدك إنهم يستوعبوه، وتكسب لما تقدر تسحب آخر عود فاضل، ومفتاح المكسب في اللعبة دي إنك تبدأ الأول وتسحب نص العدد اللي بيسحبه خصمك أو ضعفه، ولو عملت كده هتكسب يعني هتكسب. والطريقة التانية هو إننا نستخدم قوانين اللعبة بشكل عام لصالحنا، لأن من القوانين إنه ممنوع العنف ضد بعضنا، ولو زميلك اتأخر إنه يلعب في لعبة التخمين وخلص الوقت اللي هو المفروض 30 دقيقة للعبة دي، هيكون مصيره انتوا الاثنين الموت، وعشان كده ممكن تستغل ده في انك تستفز خصمك عشان يعتدي عليك، وبكده هيكون مصيره الموت فورا، وتاخد الكور بتاعته من غير ما تلوث ايدك وتسلمها وتفوز برضه. لما بيرجع اللاعبين اللي فازوا في التحدي الرابع لقط النوم بيكتشفوا ان الست اللي محدش اختارها فريقه هناك وقالت لهم ان اللعبة استثنتها من التحدي لان ما كانش ليها فريق، السفاح حس بالغيرة لانها عدت من التحدي من غير ما تتعب. في اليوم التاني راحوا على اوضة فيها تماثيل وكل تمثال عليه رقم، وطلب منهم ان كل واحد ياخد رقم. كيوان ما كانش فاضل له غير رقمين 1 و16، وخاف ياخد رقم واحد عشان كان عارف انه هو اللي هيبدأ الاول، فجي واحد وطلب منه ان هو اللي ياخد الرقم ده، وبيروحوا على اوضه تانية فيها ممر ازاز متقسم لمربعات من الازاز الخفيف والتقيل، ومطلوب منهم انهم يمشوا على الممر للجنب التاني من خلال انهم يدوسوا على الازاز التقيل بعد ما يقلعوا احذيتهم، وبيبدا اول واحد يعدي لكن بيقع من تاني مربع، وبعد كده بتشجع الكل ويعدي على الممر لان الوقت بتاع اللعبه بيعدي. السفاح رفض انه يبقى هو القائد للمجموعه، فبتتريق عليه الست اللي نجت من التحدي الرابع من غير تعب، ووقفت جنبه على لوح الازاز بتاعه ومسكت فيه بكل قوه وقالت له انهم لازم ياخدوا الخطوه سوا، ولو مصيرها الموت يبقى لازم هو كمان يموت، وفعلا بيقع الاثنين ويموتوا. بعد شوية بيلاقوا راجل بيحاول يبص ألواح الإزاز، ولما سألوا سانجو عن السبب قال لهم إنه بيشتغل في صناعة الإزاز من 30 سنة، وفعلا قدرت خبرته تساعده في إنه يعرف مكان اللوح السليم، لكن عشان القائد بتاع اللعبة يصعب المرحلة دي طفى الأنوار عشان ما يقدرش صانع الإزاز إنه يميز الانعكاس بتاع الألواح. الراجل حاول يرمي حاجة على اللوح عشان يعرف الخفيف من التقيل من صوته، واداله كيوان كرة من كرات الرخام كان لسه معاه، لكن برضه ما قدرش يميز. فجي من وراه سانجو وزقه على اللوح اللي طلع لوح خفيف، ووقع الراجل ومات، وعدى باقي الموجودين قبل نهايه الوقت، وفجاه بتتكسر الالواح الازاز اللي فاضله على الممر كلها بعد نهايه اللعبه، وبتتسبب الشظايا ليهم باصابات. انا لو كنت مكانهم كنت احاول استخدم الاحذيه اللي قلعوها دي واربطها بالجاكيت بتاعي واحذفها على اللوح قبل ما اعدي، لو فضل اللوح صامد يبقى هو لوح تقيل وادوس عليه وانا مطمن، انما لو اتكسر بقى يبقى انا كده انقذت حياتي بذكاء. كمان لو ما قدرتش على الحل ده فممكن انفذ الحل التاني، وهو اني امشي على القضبان الحديد اللي شايل الازاز، وده طبعا مش ممنوع لان محدش حدد ايه اللي نعمله وايه اللي ما نعملوش في اللعبه دي. قبل ما يلعبوا اللعبة الأخيرة ما فضلش غير كيوان وسانجو والبنت اللي سرقت كيوان في أول المسلسل، اتعزموا على العشاء وتقدم لهم أحلى أنواع الأكل وأفخمها واللي كانوا ما أكلوهاش من زمان، لكن بعد ما خلصوا أكل اتحطوا قدام كل واحد منهم سكينة، وعرف التلاتة إن اللعبة الأخيرة هتكون صعبة. في أوضة نوم حاول كيوان إنه يقرب من البنت ويسألها هتعمل إيه بالفلوس لو فازت، فقالت له انها هتسافر لامها عشان تلم شملها بيها بعد ما فرقتهم البلاد، وفجاه شاف كيوان سانجو نايم فقرر يقتله ويستغل الفرصه، لكن البنت قالت له انه لازم يوقف القتل لان ده بقى كتير، وبعد كده اغمى عليها نتيجه اصابتها بالشظايا الازاز. بدا كيوان يصرخ على الحراس عشان ينقذوها، وبعد دقايق دخل الحراس والنور اشتغل، لكن الحراس ما كانوش داخلين يعالجوها، دول داخلين ومعاهم تابوت، ولما بص على سرير البنت شاف سانجو واقف عند سريرها والسكينه في ايده كلها دم، بسرعه جري عليه وحاول يقتله بالسكينه لكن الحراس منعوه. تاني يوم لما جه وقت اللعبه الاخيره كانت لعبه اسمها لعبه الحبار، وفيها بيكون واحد بيدافع والتاني بيهاجم، واللي بيحدد ده هو العمله المعدنيه، ولما جت القرعه على كيوان اختار انه يهاجم وبقى سانجو بيدافع. كيوان ما كانش بيفكر غير في الانتقام منه وما كانش مركز غير على كده، ولما بدأت اللعبة طلع الاتنين السكاكين والدنيا بدأت تمطر، وضارب بينهم معركة شديدة اتصاب فيها كيوان في رجله، لكن قدر انه يضرب سانجو ضرب مبرح وساب السكينة وما قتلش زميلته كولتو، وسأل الحارس اللي كان قريب منهم عن القاعدة اللي بتقول ان لو الاتنين اتفقوا على الانسحاب ممكن ينسحبوا، فقالوا الحارس انها لسه موجودة،
وهنا راح يقول لصديق طفولته مد ايده عشان يقوم معاه وينسحبه، لكن سانجو قتل نفسه وساب كوان يكسب اللعبة. لعبة الحبار بيكون فيها الشخص اللي بيهاجم لازم يوصل من دايرة واقف فيها لدايرة تانية قدامها، والمدافع عليه انه يمشي على الخطوط المرسومة وما يخرجش عنها ويحاول يلمس المهاجم، لكن في اللعبة دي لازم المدافع يقتل المهاجم، وبيحاول المهاجم طول الوقت انه يخرج المدافع عن الخط عشان يقدر يعدي من الفتحة الصغيرة دي ويوصل للدايرة التانية، لكن كوان انشغل بضرب صديق طفولته رغم انه كان ممكن يعدي بسهولة بعد ما خرج كوان عن الخط ويروح للدايرة التانية ويفوز، لكنه انشغل بالانتقام، وهي دي الصفة الوحشة اللي في كوان. رجع كوان للمدينة وكان جنبه بطاقة ائتمان فيها المبلغ اللي كسبه، لكن بعد مرور سنة ما عملش حاجة بالفلوس وكان قاعد على البحر وواضح عليه البهدلة ومخمور، وجات له بائعة ورد وطلبت منه ان يشتري منها قبل ما الورد يدبل، فادها الفلوس واديته وردة لكن كان معاها جواب صغير في دعوة لم شمل. لما راح كوان للعنوان اكتشف انه العجوز اللي كان معاه في لعبة الكرات الرخامية واعترف لكوان ان هو صاحب فكرة العاب المود دي، والسبب في انه يشارك بنفسه في الالعاب انه كان عاوز يعيش نفس اجواء طفولته. استحقر كوان السبب اللي يخلي راجل يتحكم في حياة ناس كتير كده، لكن مات الراجل قبل ما يوضح لكوان باقي الأسباب. بعد مرور الوقت كان كوان في طريقه للمطار بعد ما صبغ شعره للون الأحمر وكان رايح يقابل بنته، لكنه شاف على الرصيف التاني من المحطة نفس راجل الأعمال اللي ظهر له في أول المسلسل بيضرب حد على وشه، فجري بسرعة يلحقه لكنه ركب القطر ومشي. راح كوان للراجل اللي كان بيتضرب على وشه واخد منه الكارت واتصل بالرقم وطلب انه يدخل اللعبة، وطلب من كوان انه يطلع على الطيارة، فبدأ ينفذ الامر ده لانه كان عاوز يوقف اللعبة دي للابد عن انها تأذي اي شخص تاني. وصلنا لنهاية المسلسل، ما تنسوش تقولولنا رأيكم في الكومنتات، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة تزورونا، ونشوفكم قريب، مع السلامة.